حدث مهم كشف عنه الفنان الأردني المشهور بشكل خالف توقعات الكثيرين من متابعيه، لا سيما وأن ما فعله كان له علاقة ببعض الفنانين الآخرين ومنهم الفنانة أصالة. فما القصة؟ على غير المعتاد، قرر الفنان الأردني المشهور أن يعود إلى الساحة الفنية بقوة وبإطلالة فنية مختلفة، خصوصاً وأنه عاد بها خلال فصل الصيف الحالي ومع كوكبة من ألمع الفنانين العرب. فقد طرح الفنان الأردني عمر العبدلات البرومو الخاصة بأغنية بالعلالي يا الأردن بالعلالي، التي تجمعه بنجوم حسين الجاسمي، ماجد المهندس وأصالة نصري بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية. وكان العبدلات روج للأغنية بشكل غير مباشر خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما كشف خلال احتفاله بعيد ميلاد أصالة نصري في منتصف شهر مايو أيار الماضي أنه يحضر مفاجأة للجمهور سيعلن عنها في وقت قريب. كما نشر رسائل لأصالة والمهندس وهما يهنئان الأردن باليوبيل الفضي، وأعرب صوت الأردن عن سعادته بإنجاز هذا المشروع الغنائي مع كوكبة من الفنانين المتميزين على الساحة العربية، مشيرا إلى أنه أقل شيء يمكن أن يقدمه لبلاده في هذه المناسبة الوطنية. الأغنية الجديدة من كلمة الشاعر الإماراتي علي الخوار وألحان الفنان عمر العبدلات وتوزيع موسيقى حاتم منصور ومن إنتاج عمر العبدلات. وعلق العبدلات بعد طرح برومو الأغنية: أقل شيء نقدمه للأردن، وأتشرف أنني جزء من هذا العمل الكبير بكل ما فيه، كبير بمناسبته وكبير بأسمائه، قريبا بالعلالي يا الأردن بالعلالي اليوبيل الفضي. وأدى النجوم في البرومو المقطع الأول للأغنية والتي تحمس لها الجمهور، معربين عن سعادتهم بهذا المشروع الفني اللافت الذي يحمل أسماء فنية لامعة، مؤكدين أنها ستكون حديث الساعة عقب طرحها. وجاء في تعليقات عدد من المتابعين: الأغنية حماسية وفوق الوصف، ومنتظر الأغنية بفارغ الصبر، البداية نارية والكلمات روعة، فعلا مفاجأة مميزة لنجوم مميزين. وسبق وأن طرح الفنان عمر العبدلات مجموعة من أعماله الفنية الغنائية الجديدة في ميني ألبوم يحمل عنوان ديار ليلى، ويضم 5 أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتنوعت بها الأشكال الموسيقية وأفكار الكلمات. لكن من المتوقع أن تكون الأغنية الجديدة التي سيتم طرحها في الفترة القليلة المقبلة حديث الأردنيين ومثار اهتمامهم، وسيتم تشغيلها في السيارات والمقاهي والشوارع بسبب طابعها المحلي الحماسي الذي يلهب مشاعر المستمعين الأردنيين، وخصوصا وأنها من وحي الثقافة الأردنية وتجمع الكثير من الأسماء الفنية اللامعة في العالم العربي. فهل ستستمع للأغنية الجديدة؟ فهل ستسمع الأغنية الجديدة؟